عسى سلطان القباري. ايوه البيه رئيس المباحث عايزك، قومي. حاضر. ألو. تعالي يا عزة، مراد بيه عايزك في كلمتين. فاكراني يا عزة؟ فاكراك. طيب سيبك انا براحتكم بقى يا باشا. ها متشكرين يا باشا. اقعد يا عزة. وانت ليه ساعتها ما قلتيش ان اسمك عزة وانك من اسكندريه؟ ما انا قلتلكوا وحلفتلكوا كمان وانتوا ما صدقتوش، افتكرتوني مجنونه. حسام وعمر هما السبب، هما اللي خدونا في سكة المرض النفسي اللي عند منار. بس أقولك كلمة السر عند حسام، برافو، أهو ده اللي لازم يتقاله شابوه. أنا مش فاهمة حضرتك بتتكلم عن إيه. لا أنت فاهمة كويس يا عز، مش هو برضو اللي جابك هنا واتفق معاك على الفيلم ده كله؟ ولما حسام جابني هنا واتفق معايا على الفيلم ده بلغ عني ليه؟ أهو ده اللي لسه ما اتفقتوش عليه، بس هتاخدي تمن. هو يبلغ عنك عشان يبعد عنه أي شبهة ويفضل الوش النظيف قدامنا. ما مش معقول واحد يبلغ عن مراته الا اذا كان حد محترم ونظيف. احنا كنا المفروض ما نشكش فيه لحد ما يموت. بس اللي حضرتك بتقول عليه ده ما حصلش. حسام لا جابني ولا اتفق معايا. مش معنى ان انا اتظلمت اظلم ناس تانية معايا. اللي ده طعم الظلم ما يظلمش ابدا. يا سلام على الحكم. طيب اوكي شيلي بقى لوحدك. وحضرتك عايز توصل لإيه بالظبط؟ عايز أسمعك. ما أنا قلت اللي عندي. اللي عندك أكتر من كده بكتير. أنت لو قلت اللي عندك الشيلة هتبقى خفيفة واحتمال كمان تطلعي منها. يا بنت أنا قريت المحاضر كلها وقريت أقوال حسام. الراجل ملبسك في أشغال شقة مرتاحة. يعني أي فلوس هتاخديها مش هتلحقي تتهني بيها. هو أنت ليه مصمم إنه متفق معايا على كل اللي حصل؟ لأن من زمان وحسام علام ده بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة. عمليات مشبوهة وديرتي ورك ومحدش عارف يمسك عليه غلطة. وانت بتتكلم بجد ولا بتمتحني ولا عايز توصل لحاجة في دماغك انت وبس؟ انا عايز اوصل للحقيقة، ولو ساعدتيني اوعدك اني هقف جنبك. بس انا معرفش حاجة عن اللي بتقوله ده. ممكن تكوني عارفة من غير ما تاخدي بالك. انت كنت عايشة معاه في نفس البيت، عارفة حياته، عارفة مين حواليه، سامعاه وهو بيتكلم في التليفون. يعني ممكن كلمة صغيرة منك تبقى بداية الخيط اللي هيجر وراه بقية البقرة. طب خلينا نبتدي من الآخر. من البيت اللي أنت ضربتيها في الحجز وكنت عايزاها تقول إن حسام هو اللي خلاها تعترف على نفسها. كنت عايزاها تقول الحق. عشان دم أخويا ما يروحش هدر. قصدك إن حسام له يد في موت عمر؟ لا. حسام مالوش دعوة. حسام بيترمخ على اللي قتلت أخويا. سكرتيرته. دراعه اليمين مش عايز فضايح، ويمكن يكون بيعمل كل ده عشان يبعدني عنها، عشان عارف ومتأكد إن أنا مش هسيب حق أخويا. تمام. وإيه اللي خلاكي متأكدة بقى إنه بيطرمخ زي ما بتقولي كده على سكرتيرته؟ الشيك ده